دكتور، أنا مش عايز مسكنات، أنا أقدر أستحمل ألم، اكتب لي علاج بس لو سمحت. مبدئيا المريض اللي عنده التهاب مفاصل مناعي في الأغلب فعلا بيحتاج لمسكن، ده اللي هنتكلم عليه بسرعة في النص الأولاني من الفيديو دوت، وفي النص الثاني هنتكلم عن مخاوف المرضى من الأدوية المسكنة، وهنستنتج إيه من المخاوف اللي عندهم كان فعلا في وجهة نظر علمية وراه، وإيه اللي ملوش أساس أصلا. النقطة الأولى، المريض بيحتاج مسكن. صحيح ان اهم ادوية هنوصفها في روشتتك هي الادوية العلاجية، لكن المسكن برضو له مكان في روشتتك. ليه؟ لان اقوى واسرع دواء علاجي اللي ممكن يشتغل على الالتهاب عندك عشان يوقف التطور بتاعه بياخد له اسابيع، 4 ل10 اسابيع مثلا عشان يبدأ بس يعمل مفعول ويتحكم في المرض. وبالتالي احنا محتاجين نتحكم في اعراض الالتهاب من الم وتيبس في الفتره بتاعه الاسابيع دي مبدئيا، وحتى بعد ما يعدي 10 اسابيع في المتوسط اللي اتفقنا عليهم لسه المريض محتاج مسكن برضه لسببين. واحد، مفعول الدواء العلاجي مش هيكون عمل تحسن 100% بعد 10 اسابيع، 20 50 70%، وبالتالي لسه في شويه نشاط مرض، يعني في التهاب، يعني في الم وتيبس، ومحتاجين مسكن للالم، جرعات مسكن اقل طبعا بس لسه محتاجينه. السبب الثاني، ممكن اصلا ما يكونش حصل اي تحسن، المريض ما انتظمش على العلاج، ودي للاسف بتحصل. حصلت اعراض جانبيه للعلاج، وقفنا مؤقتا او خالص، اتعطلنا شويه في المسيره بتاعه العلاج، العلاج ما عملش مفعول ايجابي، لم يناسب المريض، ينفع، بتحصل، هنعدل خطه العلاج، حاجات كلها وارده. في كل هذه الاحوال في نشاط مرض، يعني في التهاب شغال وفي الم، ويفضل نستعمل مسكن. ليه بقى في مريض بيجي يقول مش عايز مسكن يا دكتور؟ ليه بقى في مريض بيجي يقول مش عايز مسكن يا دكتور؟ خايف من الأعراض الجانبية، حاضر، موافقين، بس الخوف لازم يبقى خوف مبني على أسباب وجيهة، لازم يكون عندك علم صحيح بأبعاد وأخطار الحاجة اللي انت خايف منها، ولو المعلومات اللي على أساس اللي عندك بتقول لك تخاف، خاف، إنما ما ينفعش تبقى معتمد على معلومات غير صحيحة من مصدر غير موثوق وتقول أنا خايف وقلقان، دي مشكلة مرضى كتير للأسف. خليني أقول لك معلومتين مهمين عن عائلة الأدوية المسكنة المضادة للالتهاب، اللي هي أكتر عائلة من عائلات الأدوية المسكنة اللي بتناسب مرضى التهابات المفاصل. وأمثلة الأول لأدوية العيلة دي عشان تبقى عارف ومتأكد إحنا بنتكلم عن إيه بالظبط، أهي اللي على الشاشة دي، فولتارين، سيلبريكس، أركوكسيا، روكسونين، بروفين، فيلدين، نابروكسين، إندوميتاسين، وهكذا. المعلومتين إيه اللي هنقولهم؟ المعلومة الأولى، الأطباء المفروض بتوصف الأدوية المسكنة المضادة للالتهاب بأسس تحكمنا في جرعة الدواء ووقته وتركيبته، أقراص، حقن، غيره، وبعد التأكد من عدم وجود موانع لاستخدامه، سواء أمراض قلب، كلى، قرحة، أو أدوية أخرى بيتعاطاها المريض تتعارض معاه زي أدوية سيولة مثلا. مفيش موانع، بنستخدم الأدوية دي من غير مشاكل. في موانع ممكن نحل اننا نلجأ لعائلة اخرى من عائلات الادوية المسكنة زي عائلة المسكنات البسيطة مثلا بانادول، ارجع لفيديو نمرة 12 اللي هو انواع المسكنات في كل الكلام ده. حتى لو المفعول مش اقوى حاجة مع البانادول، مع ادوية العائلات التانية يعني، لكن الامان وعدم الاضرار بالمريض يظل الهدف رقم 1 للطب، وافادة المريض يظل الهدف رقم 2. المعلومة التانية، الاعراض الجانبية اللي مخوفاك. شوف، بصرف النظر عن الفتاوي الكتيرة الزيادة، أكتر وأهم أعراض جانبية المفروض يتعمل حسابها فعلا من الأدوية ديت هي فرصة التأثير على المعدة وفرصة التأثير على الكلى. بنتكلم على الأدوية المسكنة المضادة للالتهاب. بالنسبة للتأثير على المعدة، التعامل معه بيكون بأدوية إضافية أحيانا للوقاية من التأثير السلبي على المعدة، بالإضافة إلى أن معظمها بيكون بعد الأكل مش قبله، وإحنا متفقين أن مش هناخد أعلى من الجرعات المسموحة، كل دواء وله سقف للجرعة بتاعته. بالنسبة للتأثير على الكلى، افتكر الجملة دي، اللي الكلى بتاعته سليمة الأدوية المسكنة المضادة للالتهاب مش مفروض أنها تضر، وينفع المريض ياخدها، واللي الكلى بتاعته تعبانة يعني في قصور في وظيفتها، الأدوية المسكنة المضادة للالتهاب العيلة دي بالذات هتكمل عليها، ولازم لازم المريض ما ياخدهاش. عشان كده في مريض نقول له خدها مفيش مشكلة، ومريض نكرر التنبيه عليه انه ما ينفعش ياخدها لان في مشكلة.
اللي عايز اقوله ينفع ناخد مسكن طالما بيوصفه الطبيب بتاعنا وهو بالتأكيد عارف اذا كان في اي موانع لاستخدامها وعارف يوصف ايه وجرعة قد ايه. وبالتالي لما تكون متألم لسه ليه الواحد يفضل متعذب ويقول هستحمل ألم، مش مضطر تعمل كده. واحب اطمنك ان المسكن في الاخر المفروض مرحلة مش مصير. يعني ايه؟ يعني المفروض ان لو علاجاتك الدوائية كانت فعلا ناجحة بحيث ان المرض اصبح تحت السيطرة بالتدريج مع الوقت واصبح تحت السيطرة تماما، المفروض ان انت مش هتكون بتستخدم مسكنات خالص او هتستخدم حباية مسكن عند اللزوم، يعني في وجود الم، واللزوم ده ممكن يكون بيحصل عندك مرة كل اسبوع او 10 ايام. خلاصة بقى كلامنا عن المسكنات في سلسلة الفيديوهات دي كلها ان خير الامور الوسط. ما ينفعش من ناحية أبقى باخد أي مسكن ألاقيه في سكتي وبأي جرعات وبشكل عشوائي عشان ألم شديد، وده كنا اتكلمنا عليه في فيديو نمرة 5 العلاج ليس مسكنات. وما ينفعش من ناحية تانية أبقى متألم ومصمم ما اخدش أي مسكن ويوم يبقى عذاب عشان أعراض جانبية واردة لكن غير خطيرة، وفي الأغلب لو اتعاملنا بشكل علمي وسليم هنمنع أنها تحصل في أحيان كتيرة. وده كان موضوع الفيديو دوت. الفيديو الجاي عن طب الأعشاب وسم النحل وعلاقتهم بالأمراض الروماتيزمية المناعية.